بسم الله. يلا تعين بالخير في دنيا ودين، ويا مرحبا بالحاضرين، تكرم مدينة لجل عين. طيب بسم الله. سواليف طبعا عندي أنا وسليمان، خلنا نوقفها زين. شو رأيكم نقعد هناك؟ يلا وب. انت والله اتشر بصابعك انه روح حلفت روح يا اخوي ابد ابد والله انت روح ابد مسكت لكم مرادل انتم. يلا بسم الله بسرعه سعد. عبد الله عندي سؤال لك. يلا. ما هي الامور التي تجعل حياتنا ناجحه؟ الله اكبر. ما هو هدفك الحقيقي والاساسي في هالحياه؟ طيب ما هي القواعد التي نمشي عليها في حياتنا؟ كويس. ما هو مصدر سعادتك في هالدنيا؟ طيب كيف نسعد أنفسنا وكيف نجعل حياتنا مستقرة؟ يا عيني، ما هو مقدار حبك لنفسك وهل أنت راض عنها؟ تبغون تعرفون الإجابة؟ إيه، نروح تقرير. نروح تقرير ونرجع لكم. يا هاي يا رب رضاك والجنة، أموت نفسي ممتنة، ولا الموت لا جانا أبد ما بمفر منه. أبي لامت غفرانك وفوز برضة جنانك، ألا يا أبو الكرم والجود، كرم رحمتك وإحسانك، كرم رحمتك وإحسانك. يا رب الموت لا جاني، دفنت بقبر وحداني، دخيلك من عذاب القبر ومن ضيقة تقاني. يا رب رضاك والجنة. ومن ما صابته اليوم يجي له يوم وتحسمها، يجي له يوم وتحسمها. تمر ايام خلف ايام، ويمضي عام ويقبل عام، وحنا لاخرتنا دوم نقول ان الوعد قدام. خواتمنا واغفر بالعمر ما فات، يا رب رضاك، يا رب رضاك. أنا عبدك وبترجاك، على درب الهدى أمشي وطيع أمرك ولا أعصى. يا رب رضاك، يا رب رضاك. ومن يدعيك بعد ما خاب، مع الأبرار بالفردوس تجمعنا بني أحسان. يا رب رضاك والجنة، أموت ونفسي ممتنة، ولا الموت لا جانا أبد ما بمفر منا. Mm-hmm.
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، من كان في همه رضا الله وسعيه فيما يرضي الله أفلح وفاز من الله بالرضا. طبعا الانشود اللي سمعتوها هي يا رب رضاك والجنة، عمل من كلمات الشاعر سعيد الشبرمي، تلاقونه على اليوتيوب بقناتي على اليوتيوب، وفي ألبوم وين الناس متواجد هذا العمل. عرفتوا شلون الإجابة؟ عرفتوا وش الموضوع عامة؟ وش الموضوع؟ الرضا، رضا الله، رضا الله والجنة. بالنسبة للرضا، عود لسانك على يا رب غفرانك، ويا رب نرجو رحمتك وإحسانك. هذه برضو في الأبيات كانت موجودة، يا رب رضاك والجنة أموت ونفسي ممتنة، ولا الموت لا جانا أبد ما به مفر منه. أتوقع يا عبد الله عرفت أنت الجواب، وعرفنا كلنا الجواب من خلال هذا التقرير، كيف تبي ربك سبحانه يرضى عليك. طيب ممكن أسألكم سؤال؟ ممكن أسألك يا عبد الله سؤال؟ أقول هل تعلمون ما هي الأسباب الجالبة لرضا الله سبحانه وتعالى ومحبته؟ وش الأسباب؟ هي أولا أن تقرأ القرآن بتدبر وفهم، ثانيا التقرب إلى الله بالنوافل، ثالثا دوام ذكره على كل حال وبكل وقت. بر الوالدين يا شباب من أعظم أسباب رضا الله وعفوه ومحبته، والإحسان إلى الأم، فالأم حقوقها عظيمة وكبيرة، وكذلك الأب. تجلب لك رضا الله ومحبته، ما هي طرق كسب رضا الله وجنته؟ وش يا عبد الله؟ وش الطرق؟ أبغى الكل يجاوب، ما هي طرق كسب رضا الله وجنته؟ نبدأ بك سعد؟ أبدأ. أول شيء، وش الطرق اللي تكسب رضا الله وجنته؟ أول شيء قبل تبدأ بالأشياء لازم تدعي الدعاء، اللهم اجعلنا ممن يورثون الجنان ويبشرون بروحي وريحان وربي غير غضبان. المؤمنون إذا مات تمنى الرجعة إلى الدنيا ليكبر، ليكبر بس تكبيرة أو يهلل تهليلة أو يسبح تسبيحة يعني. فأعذب الكلام ذكر الله، وهو اللي تتقرب به إلى الله، هذا أفضل شيء إنك تتقرب به إلى الله. جزاك الله خير يا سعد. الله يسعدك. دور ما شاء الله. محمد، ما هي طرق كسب رضا الله وجنته؟ فعل ما يأمر وترك ما ينهى عنه حتى ترضي ربك. افتح المايك بس. السؤال بس، ما هي طرق كسب رضا الله وجنته؟ طرق كسب رضا الله أمر أو فعل ما يأمر وترك ما ينهى عنه. هذه يعني بشكل عام. حلو. الله يسعدك. وش الطرق التي تكسب بها رضا الله سبحانه؟ طيب في مجال العقيدة، فإن الله قد رضي لنا أن نعبده ولا نشرك به شيئا، وأن نتمسك بكتابه وسنة نبيه، ولا نحيد عنهما، ولا نبغي عنهما حولا، ولا نرضى عنهما بدلا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ويكره لكم ثلاثة، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال. رواه مسلم. جزاك الله خير. الله يجزاك. طيب يا ياسر، ما هي طرق كسب رضا الله وجنته؟ أول شيء ما أبدأ هنا، طرق رضا الله كثيرة، والله سبحانه وتعالى وضع لنا طرق كثيرة أن نتقرب فيها إلى الله، وأننا نرضى الله فيها. ومن ضمنها أنا عندي واحدة، يعني من أهم الطرق هي رضا الوالدين، كما قال الله سبحانه وتعالى: رضا الله من رضا الوالدين، أو قال الرسول صلى الله عليه وسلم: رضا الله من رضا الوالدين. فهذه من أهم الطرق، ولو تكلمنا عن الطرق وصراحة ما وفيناها حقها، طرق كثيرة وواسعة. في مجال العبادات العملية، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو بيّن لنا أن العبد يتوصل إلى رضا الله بقيامه بأعمال كثيرة، فمن ذلك الصيام ابتغاء مرضات الله.
فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قال ربكم عز وجل: عبدي ترك شهوته وطعامه وشرابه ابتغاء مرضاتي، والصوم لي وأنا أجزي به. فمن ضمن الطرق هذه اللي هي الصوم. وهذا اللي عندي، ويعطيكم العافية. الله عندي بس مداخلة، نفس السؤال، يقول كل شخص يبحث عن رضا الله سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يقول حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، إلا كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. الله يسعدك. الله يسعدكم جميعا. طيب، أيضا هناك العديد من الأعمال الجالبة لرضا الله سبحانه وتعالى. منها اللي قلتوها اللي هي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يأمر به وينهى عنه، اتباع ما نهى عنه وزجر. منها اللي هي أنك تعبد الله يعني كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. منها رضا الله سبحانه وتعالى في رضا الوالدين، أرض والدينك اللي تقدر عليه. منها أنك تصوم وتقوم الليل، هذه أشياء بسيطة يحبك الله من خلالها. طيب، الشعور بالسعادة لا يحتاج مال ولا يحتاج جاه، يحتاج فقط رضا الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة. قد لا يتحقق كل ما تريد، لكن رضا الله سبحانه وتعالى يجعل لك الحياة كما تريد. وكما قيل: أنت تريد وأنا أريد، والله يفعل ما يريد. حلو يا عبد الله. أسأل الله الرضا بأعمالكم وسائر يومكم بكل صغيرة وكبيرة وبكل تصرف من تصرفاتكم. المواضيع اللي كلها أجمعها اللي يوم عن المعاق وعن الوطن، والآن عن رب رضاك اللي هو عند سليمان العقيل. لازم عندي دعوة بسيطة تفرح قلوب أشخاص، والدعاء مثل ما أنتم عارفين يدخل السرور في قلب مسلم، فلازم الدعاء هذا شيء أساسي في كل فقرة. فأتمنى أن الدعاء لازم يكون شيء أساسي في كل فقراتكم إن شاء الله. صحيح سلام. إن شاء الله. إن كنت تبحث عن رضا من حولك سيطول بك الطريق. افعل ما يرضاه الله سبحانه وتعالى عليك، فإن رضي أدهشك بالعطاء. رضا الناس غاية لا تدرك، ورضا الله غاية لا تترك. ففعل من لا يترك، ودع من لا يدرك. أسأل الله أن يرضى عنا وعنكم، ويغفر لنا ولكم، ويجعله سبحانه وتعالى راض عنا وعنكم. المجال مفتوح للجميع، ننتظر إبداعكم في هذه الفقرة. عندي كلام بس مثل ما قلت أنت يا سليمان، واستطردت في أن لا تسعى في إرضاء الناس بل إرضاء الله سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله تعالى العبد نادى جبريل: إن الله تعالى يحب فلانا فأحبب، فيحبه جبريل فينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وهذا بعد من علامات أو من علامات قبول الناس لك. ولا تسعى إلى إرضاء الناس بل إرضاء الله سبحانه وتعالى، ثم ذلك وإلى ذلك ينتشر رضا الناس عنك. صحيح. سعد، عندي تعليق بسيط. ودي أقول اغتنم العمر اللي أنت الحين عايشه، وبادر بالتقى قبل الممات. يعني المعصية إذا أنت سويتها فيه تورث ضيق النفس وتجري إلى معصية ثانية، فلا بد من كل إنسان يراجع نفسه بكل شيء يسويه. والاستغفار تراه جعل الله له من كل هم فرج وكل ضيق مخرجا. فعندي كلمة بسيطة أخيرة، ودي أقول أن المستانس بالله جنته في صدره، وبستانه في قلبه، ونزهته في رضا ربه. جميل، جزاك الله خير. ياسر، أنا أقول زي ما قال محمد بشكل مختصر: افعل ما يرضي الله.